بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هقص سلك طويل من الخيط الذهبي المطاطي ده كده، وهقول لكم ليه بنقصه طويل. يعني ده حوالي متر مثلا، او حوالي المتر. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هلضم اول حاجه ايه، هلضم اللولي ده كده، ده هلضمه هنا كده اول. قبل ما هلضمه هلضم ايه الطربوش بالشكل ده كده، وادخل دي وطربوش كمان بالاتجاه العكس، يبقى ده شكله كده. وهلضم الكرة، وهعمل اللي بعديها، هلضم الطربوش كده. بعد ما لضمت الكرة بالشكل ده هبدأ هنا بعد هعمل فاصل الخرزة دي كده، قبليها أنضم الطربوش بالشكل ده كده. وهستمر بالشكل ده لحد ما اخلصهم وارجع لكم. هكمل بقى من هنا، ومن اهم حاجة ان يكون عندي الطرفين قد بعض. هبدأ احط ايه بقى، هبدأ احط من الطرف ده، ده كده خلاص خلص ده. هبدأ ادخل من الخرز ده كده، هبدأ ألضم الخرز ده كده وبينها فاصل استرس بالشكل ده كده ذهبي. نحط واحدة تانية بين كل خرزة وخرزة في عندي فاصل ذهبي استرس. وفي الطرف الثاني هدخل نفس العدد، نفس العدد كده برضو اللي هتلبسه، هوريه لكم اهو. والعدد اللي هحطه من هنا هو نفس العدد اللي هحطه من هنا، هحط هنا 10 وهنا 10 وارجع لكم. كملته بقى بالشكل ده كده، هنا حطيت 10 و10. هكمل بقى كده ايه، هحط هنا 2 و2، يعني هحط الخرزات دول كده عشان الخيط مطاطي علشان يتلبس على طول من الراس من غير ايه، من غير قفل معدن او اي حاجة معدن. بقى عندي خلاص انا هبدأ اقفل، هقفل بالخرز دي هو يتلبس من الرقبة من غير اي قفل معدن، لان هو سلك ايه اللي بتاعه مطاط بيتلبس بسهولة. دلوقتي انا هقفل هنا، فهحط اخر واحدة اهي. انا اخترت دي ليه؟ لان الثقب بتاعها واسع، علشان الخرزة دي الثقب بتاعها ايه ضيق جدا، فهنقفل بالشكل ده كده وهربط كده. بالطريقة دي لحد ما اجي للاخر بتاعه، وبعد كده اربطهم بولة من الرقبة من الراس على طول من غير اي ايه قفل معدن او اي حاجة. بنفس الطريقة هعمل دلوقتي الاسوانة. تعالوا نشوف ده الخرز الكريستال الذهبي اللي هعمل بيه الاسورة، وعندي الترس ذهبي وعندي خرز اللون مقاس 8. يلا بينا هنقطع هنا الخيط بتاعنا 2 طول بعض، يعني كأني بقطع متر وبقصه 2. هنا هيبقى طرفين بالشكل ده كده.
هعمل طرف طرف، هاجي كده اهو، هحط هنا 6، هلضم 6، هاجي احط الاستراس ده، وخلي بالي من الاتجاهات. هنا عندي ده استراس فاصل، استراس 3 ثقوب، هحط في الثقب الاول والثالث، اللي في الوسط هسيبه زي ما هو. يبقى هاجي اعمل كده، واحط من هنا 6 تانيين، 6 اسود. الستة الاسود هحطهم ازاي بقى؟ هحط واحدة كده واحط معاها فاصل وهكذا. الشكل ده كده هعمل ايه بقى بعد كده؟ هحط فاصل تاني استراس زي ده كده، واخلي بالي من الاتجاه كده، وبعديها احط 6 خرزات تاني ذهبي من ده كده هنا. اجي في كل طرف بعد كده احط 3 اسود وبينهم الفواصل الذهبي، يعني احط هنا 3 واحط هنا 3 الفواصل الذهبي اهي. حط من اول هنا هلاقي السلك الفايض عندي هيبقى طويل، فانا اعمل ايه؟ بدل ما اربط كده، لا انا هجيبه من ناحية واحدة عشان ايه ما اهدرش جزء كبير من السلك المطاطي، اخليه ينفع اعمل بيه اسورة صغيرة لطفل صغير بالشكل ده كده، هيبقى فايض عندي كتير اهو. واجي اربط من هنا كده، لان انا لو قطعت السلك قصير من الاول مش هعرف اتحكم فيه كويس اوي كده بالشكل ده كده اهو. واعمل كذا عقدة يعني مش كده، بقت متينة، اقدر بقى ايه اقص الباقي ده. الشكل ده وبقت حلوة اهي بتتلبس. نفس الكلام هعمل بقى الطرف التاني ده هنا. تعالوا نشوف الطرف التاني اهو، هدخله هنا كده في الثقب اللي في الثالث، واعمل ايه الضم فيه زي نفس الكلام هنا، الضم 6 ذهبي. بعد كده ادخل استراس زيده كده، هنا هزود 1 اسود عشان فرق المسافة بينهم كده. بعد كده احط 6 الذهبي، اعمل هنا بقى ايه 6 او 7 بالشكل ده كده بالاستراس. بالشكل ده كده انا هنا زودت 1، وبرده نفس الطريقة علشان الخيط ما يتهدرش مني كتير هوصله بالشكل ده كده. واصل الاستراس الكبيرة دي خلي بالي، وبعد كده اعمل العقدة بتاعتي كده واربط. اصبحت عندي الاسورة بالشكل ده كده، ده شكلها اهو. لما نيجي نلبسها نلبسها كده، ايه شكلها؟ شوفوا جمالها، شوفوا هنا اتجاه الاستراس هنا مع اتجاه الاستراس هنا، ممكن احولها واحول تمشي مع العقد. نفس الالوان ونفس الخرز، شوفوا جمالها قد ايه في اللبس، حلوه كده. احنا عملنا العقد بتاعنا بالشكل ده كده، لقيت الاسوره كده. الفيديو بتاعنا انتهى، اتمنى انه يعجبكم.